رجعنا لكم أعزائي المستمعين ومازالين مصلين معكم في الجزء الثاني من الحلقة ديالنا اليوم في الفقرة ديال الطب. اليوم معايا الدكتور الحسن بوكنيد أخصائي في جراحة تجميلية والتقويم، واليوم غنتكلموا مع جديد تقنيات التخصيص. دكتور صباح النور عليك. صباح الخير. صباح النور عليك دكتور الحسن. اذا انا دكتور كيف ما قلت لي ما غنتكلموا معاك على جديد التقنيات ديال التخصيص، فقبل ما نتكلم معاك على شنو هما احدث التقنيات او الجديد ديال التقنيات، نبغي نتكلم معاك على شكون هي الفئه المستهدفه اللي غادي نتكلموا عليها اللي غادي تحتاج اليوم هذه التقنيه هذه. المهم السلام عليكم، شكرا للضيافه. مرحبا. الناس اللي اللي خصهم يستافدوا من التقنيه التخصيص هما الناس اللي كيحسوا بروسهم عندهم وزن زايد على 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 القياس، ولا كيحسوا بروسهم عندهم السمنه موضوع، حيت كاين السمنه، كاينه السمنه كليه والسمنه موضعيه. والسمنه الكليه زعما هي مرض، ماشي هادشي ديال التجميل ولا شي حاجه، هي مرض اللي كيقدر يدي المشاكل كثيره، مشاكل في القلب، مشاكل في الشرايين، ومشاكل ديال السكري. وهذا وكاين هذا لوبيزيتي، دونك السمنه الكليه، وكاين السمنه الجزئيه اللي كتكون في بعض الاجزاء، بعض بحال الناس اللي كتكون عندهم السمنه في لاكيلو دو شيفال، في الكرش، اللي كتكون عندهم في الرجلين، اللي كتكون عندهم في الفخاد، وكل واحد هو. ودابا اللي كاع التقنيات ديال التخصيص اللي بدينا بهم، كاين اول حاجه هي الريجيم والهيجين دو في. ثانيا نعم، الا ما كانش واحد عنده واحد الهيجين دو في وقدر يدير الريجيم، هادشي ما يمكنش يصدق عنده. ثانيا كاينين التقنيات اللي هما تقنيات اللي مختصين بالسمنه الكليه، اللي كتكون السمنه ديال الناس اللي عندهم، حيت كاين واحد لانديس اللي كنعبره هو لانديس دو ماس كوربوريل. لانديس دو ماس كوربوريل كيتحسب بين ما لو بوا ولا طاي ديال الواحد، كيكون الوزن ديالو والطول ديالو، كندير واحد العمليه حسابيه وكنعرفوا بان هذا، كنحسبوا هذا لانديس دو ماس كوربوريل، ولا اللي هو اللي كيقول لنا واش هاد السمنه، واش مرض، واش السمنه اسمها معدله، واش ما كاينش سمنه ولا كاين ضعف، ولا سمنه متجاوزه، ولا سمنه مرضيه اللي كتكون دوك الناس اللي ما يقدروش قاعد يتمشى ولا شي حاجه. دونك على حساب هذا الهندسه هذا يمكننا نقولوا بانه السيد يمكن يدير الريجيم والرياضه، يقدر يدير شي عمليات جراحيه اللي كيداروا بحال داكشي ديال تضييق المعده ولا البالون اللي كيدير في المعده دابا، باش كيضيع شي كيلوات بجميع الدات ديالو. وكاين بعض المرات اللي كيكون واللي كثير بزاف هو السمنه الموضعيه اللي كتكون سواء في الكرش، سواء تهديد السمنه الموضعيه اللي كتكون في الكرش، حتى هي يمكن تكون بحال قبل من الديابيت كتشاف سورتو عند الناس اللي كيكون عندهم مرض السكري من بعد، وكتكون عندهم في العائله ديالهم مرض السكري، وحتى هي زعما كتشكل خطر على القلب والشرايين. وكاين السمنات اللي كيكون عندنا سورتو في حوض البحر الابيض المتوسط، هو السمنه اللي كيكون مسرد للركابي سورتو هاد العيالات اللي هي وراثيه. دونك هانو هاد السمنه الانواع، هاد السمنه اللي هي في واحد المواقع اللي ماشي سمنه كليه، يمكن نديرو التقنيات، يمكن نديرو الشفط، الشفط الدهوني اللي التقنيه اللي كانت معروفه، ونقدروا الشفط الدهون باش نقصوا الدهون في هذيك البلايص، ولا نقدروا بحال نديرو شفط الدهون اما كما قلت لك بالشفط الكلاسيكي. دابا كاين بعض الالات ديال اللي كيتزادوا، كاين جي بلاسما وكاين البازير، هاد الالات اللي كي زعما كيجعلوا هاد العمليات كتكون مزيانه، من ناحيه بانه داك البازير كيرخي ديك الشحمه كتخرج صغيره، وداك الجي بلاسما داك الجلد ما كيبقاش يترهل. نعم. ثالثا اللي كاين دابا كاين هذوك التقنيات ديال اللي كنحيدوا بالبكتيريولي بوليس، مرات كنقدروا الا كان السمنه موضعية نقدروا نحيدوا حتى 40% بهذاك البرد. المهم وغنرجعوا لهاد التقنيه. وكاين واحد التقنيه اخرى اللي خرجت جديده، هي ديال بانه حيت دابا الانسان واخا فاش كننقصوا في الشحمه دابا اللي خاصنا خص يكون عندنا في هذيك الهندس اللي قلنا لا ام سي، خص يكون عندنا ماس مشكل، خص يكون عندنا واحد عضلات، واحد سميتو العضلات، واحد
نسبه العطاله تكون اكثر من الشحمه. نعم. سورتو الناس اللي كيكونوا دابا في الخمسينات والستينات واخا ما كيتزادش في الوزن ديالو، الا درتي ليه السكانير كتلقى بانه العضلات ديالو فيهم كيتشحموا، عند دابا العضلات كيتولي فيهم الشحمه. حيت واخا ما كيتزادش الوزن، العضلات اللي الناس اللي ما كيديروش الرياضه وكيفوت واحد العمر، هذوك العضلات كتكون فيهم الشحمه. دونك خصنا نحركوا دوك العضلات سواء بالرياضه سواء بشي الات دابا بحال لي مسكول النيور اللي كاينه جديده دابا اللي هي كتكثر في العضله، حيت كدير لنا لا كونتراكسيون بحال كدير الترويب بحال ما كدير الرياضه بلا ما كتجري، وكتكبر هذوك العضلات وكتنقص الشحمه. بحال شي واحد اللي كيدير الرياضه الكلاسيكيه، بان فاش كنديروا الرياضه وكندير واحد الرياضه وكندير واحد الشوط في الرياضه كننميو العضلات وكننقصوا في الشحمه. نعم. دونك هادو التقنيات اللي كاينين، كما قلت الرياضه والريجيم هما الاولين، وثانيا كما اللي شائع دابا بزاف في المغرب هذا الشيء ديال لاكريو، دونك باش كيحيدوا الناس الشحمه بالبرد، بغيت نرجع عليها كما قلت لك الويله، لانه اللي كيطرى بانه كاين بزاف ديال الالات اللي داخلين من اسيا اللي كيكونوا في الصالونات وكيكونوا في السبا وداك الشيء، ماشي ناس اطباء اللي كيستعملوا بحال زعما هاد الالات، زعما باش الناس يردوا البال، حيت اولا ما غتكونش النتيجه، ثانيا راه كاين بعض المرات حيت البرد فاش كيكثر كيحرق بحال العافيه، دونك كيكونوا الحروق، وكيكونوا بعض المرات الناس اللي كي ما كيحيد دابا بحال هاد التقنيات ما خصهمش يداروا في شي على شي واحد اللي عنده بحال الفدق، بعض المرات كيتمشي المراه كيكون عندها فدق وما كيشوفوش حدا في البوط ديالها، وكيديروا هذاك الشيء وكيكبروا لها هذاك الفدق، حيت مع كيجبد داك الشيء كيدير واحد لابريسيون كيجبد داك الفدق. دونك باش الناس يردوا له باش الا ما يعرفوش شي تقنيه يديروها عند الناس المختصين. يعني هادو الاعراض الجانبيه اللي بغينا نتكلموا عليها دكتور، ياك دكتور؟ الاعراض الجانبيه ديال هذاك زعما ازاله لي ماشين او الالات، ازاله الدهون بلاكريو بالبرد. نعم 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 نعم، يعني هي ماشي مستحبه دكتور هذه التقنيه هذه، نقدروا نقولوا انا ماشي مستحبه، خصها دار هي الموقع ديالها، مي خصها دار بايادي اللي عارفينها اللي عارفين الالات وبالالات اللي تكون مزيانه. نعم. ماشي تمشي ديرها في الصالون كوافير ولا في السبا. نعم داكو، يعني نعملوها عند مختص، عند طبيب مختص اللي غادي يفهم شنو يعني المعمول في هذه الحاله هذه. داكو هنا دكتور، يعني قبل ما نمشيو من هذه التقنيه هذه اللي غادي نتكلموا عليها دابا شويه، هنا واش كنتكلموا على غير الناس اللي عندهم واحد السمنه اللي هي طفيفه او عندهم واحد شويه ديال الوزن زائد، ولا كنتكلموا على الناس اللي عندهم مثلا سمنه مرضيه او الوزن ديالهم كيكون عالي بزاف؟ لا شوف، السمنه المرضيه عندها مجال ديالها كما قلت لك في الاول، السمنه المرضيه يمكن دار بالجراحه التقويميه، باش الا كان حيت كيكون بعض المرات العيالات ولا الرجال كيكون عنده سمنه مرضيه وكتكون عنده الكرش طايح حتى الركابي ما كيقدرش يتمشى، كنقدروا ان هذا بحال انا بوان، ماشي كنداويو السمنه. دواء السمنه كما قلت لك كاين الريجيم، كاين شي بعض سميتو الجراحات اللي كيكونوا بحال داكشي ديال الخاتم ديال المعدن مابقاش كيدار، مي كيدير نقص في المعدن داك السليف كاس سليف، وكيداروا دي باي باس، تادير كنحولوا في الامعاء الطريق ديال الاكل باش كيمشي كيخرج دغيا باش ما كيتسترش منه الجسم. نعم. هادو هما اللي كيغدروا، هادو هما الادويه زعما الحالات اللي شائعه ديال هادو هما الجراحات اللي كيداروا عند الناس اللي عندهم السمنه المرضيه. اذا كانوا يمكن داروا، حيت بعض المرات كتكون السمنه واصله واحد النقطه حتى المريض ما يقدرش يفتح. نعم. الاساسي هو الواحد يدير قبل ما يوصل لهذه الحاله، يدير شويه ديال سميتو ديال لا بريفونسيون قبل ما يوصل لهذه الحاله. الا وصلها دونك اللي حاجه اللي تقدر تمشى الجراحيه اللي تقدر تمشى عندو هي كما قلت لك تضييق المعده ولا الباي باس اللي هو كنبدلوا الطريق ديال الماكله في البصر. يمكن جراحه تقويم تجي الا كان من بعد هاد الجراحات هادو، حيت كيكون ترهل ولا الناس اللي كيديروا الريجيم كيضعفوا، ديك الساعه كيكون داك الترهل الجراحه التقويميه كتجي باش كتعطيهم واحد الداد مزيانه باش داك الترهل تحيدو، ولا كندخلوا كجراح تقويميين الا كان داك الشيء كثير بزاف، بحال دابا كيكون الناس اللي عندهم ديك الكرش طايحه حتى الركابي ما كتقدرش تمشى، وما كنديروش كنديروا جراحه تقويميه كنحيدوا داك الطرف ديال الكرش اللي طايح
وكان سميتو كان عاود السيد كيشوف كي ولا السيده كتشوف راسها نقصات شويه كتعاود كتعطي الريجيم وكتعطي الرياضه يمكن كيكونوا نتائج. هذو هما الحالات اللي يمكن في جاءت هدف السمنه المرضيه اللي يمكن الجراحه تدخل فيها. نعم. اما هذا الشيء اللي قلت لك انا في السمنه الموضعيه. الموضعيه اللي كاين اللي كتكون عنده تراكم ديال تراكم الشحوم فلكن لو دوشو فاش ما شي كلي اللي كثير بزاف عندنا حنا في المغرب هو الناس اللي كتكون عندهم الشحمه سميتو كتكون بين السره والركابي وكيكون النص الكرش التحتاني وداك الشيء ولا في الدراع ولا داك الشيء كاين. وكما قلت لك قبيله نيت عاوتاني العون السمنه اللي كتكون على مستوى البطن حتى هي اما كتكون عند الناس اللي غيديروا السكر مرض السكري وتا هاد السمنه راه فيها شي مشاكل حتى هي حيت كتكون ديما كتكون طونسيون طالعه عندهم وكتقدر دير مشاكل في القلب. نعم واضح دكتور. دونك شنو هي هاد التقنيات الجديده اللي غنتكلموا معك او غادي نتكلموا عليها معك اليوم دكتور؟ ديما التقنيه الجديده اللي قلت لك اللي ماشي جديده اللي هذه 10 سنين في المغرب هي ديال البرد ديال لاكريو. نعم. كما قلت لك راه كدار دابا المشكل هي ولات كدار في السبايات وداك الشيء بالمشاكل ديالها اللي قدر اللي قدر زعما زعما تقدر تنتج عليها. وكاين دابا اللي قلت لك هذيك اللي التقنيه اللي كتكبر سميتو لا ما سميتش كلها كتكبر شويه العضلات وكتنقص الشحمه اللي هي لا سميتو هي لا نيو لا 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 ليمسكول. اشنا هي ليمسكول؟ هي واحد الاله اللي كتخدم بالامواج المغناطيسيه بحال اللي كيكونوا في هذاك اليريم داك لا راديو اللي كنديروا ديال اليريم نفس الموجات مي غير كيكونوا هما انتونسيف كيكونوا زعما مكثرين. باش كدير هذه كتمشي كتمشي للعضله وهذيك العضله بحال اللي كتنغزها باش كتكونتراكت باش كدير لي موفمون بحال اللي كنديروا بحال دابا الا كنديروا لي سكوات ولا كنديروا لي زابدومينو دابا الا حطينا على العضلات ديال البطن ديال لي دغوا كتحس براسك بحال كدير لي زابدومينو مي هما لي زابدومينو كديرهم بواحد السرعه واحد لانتونسيتي كثر من هذيك لانتونسيتي اللي جات من مخك باسكو انت بحال كتبغي تجري ولا شي حاجه بالاراده ديالك هادو لي كونتراكسيون مسكولير ديالك ما يقدروش يوصلوا لواحد المستوى حيت كيكون واحد لاسيد لاكتيك ولا تقدر يكون عندك لي كروب ما تقدرش توصل لهم. هاد الالات تقدر توصل بحال داك الشيء ديال لي كرون زاتليت بحال دوك لي كونتراكتور اللي كيديروا لي كرون زات لا بحال داك السبور ديال لو نيفو دونك سينا اللي كيعطينا بعد واحد 4-6 الحصص كيتزاد هذاك الحجم ديال العضلات كيتزاد بشي 25%. وكما عند الرياضي كاع جميع الرياضيين كتنقص الشحمه ب 30%. دونك هاد التقنيه هذه كما قلت لك قبيله واخا الناس ما كتزادش في الوزن فاش كنوصلوا لواحد العمر ديال الخمسينات للفوق العضلات ديالنا الا ما كناش كنديروا الرياضه كيوليو مشحمين كيوليو داك الخليه ديال الخلايا ديال العضله كيوليو فيهم خلايا ديال الشحمه. دونك هادشي باش مزيانه ودونك كيديرنا التخصيص كنقصوا من الوزن وكنقصوا من الشحمه وكنكبروا العضلات ديالنا. نعم يعني هذه ممكن دكتور يعني حتى الناس اللي متقدمين شويه في العمر يعني اجي مع ال 50 او هذه يعملوها ما كاينش اشكال. ما كدارش الا عند المراه الحامله وما كداش عند الناس اللي عندهم بحال لي ستان بحال لي بيس ميكر وداك الشيء اللي عندهم شي اله. الناس اللي يمنوا على الناس اللي ما يقدروش يديروا لي ريم اما غيكون عنده شي حديد بحال في ذاته بحال العيالات اللي كيكون عندهم اللولب اللي في الوالده ديال الميتال ولا الناس اللي عندهم دي بروتيز اون ميتال ماشي لي بروتيز دابا جداد ولا كيكون عندهم البيس ميكر هذاك اللي ديال القلب ماشي الاخر كله سورتو هي مزيانه عند العيالات اللي يلاه كيكونوا ولدين حيت يمكن ديك الساعه ديك الكرش ديالها اللي كترخاو العضلات اللي ترخاو بالحمل كيتجمعوا دغيا والكرش كتجمع دغيا. واضح دكتور تبارك الله عليك دكتور كنت سعيده بالتواجد ديالك معنا شكرا لك. شكرا مرحبا بك. مرحبا أعزائي المستمعين كان معنا الدكتور الحسن بوكنيد أخصائي في الجراحة التجميلية والتقويمية اليوم تكلمنا معه على أجل تقنيات التخصيص.